أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أحلى الكلام. زي ما وعدناكم اللي احنا بيبقى معانا لقاءات ومعانا مواهب ومعانا مواضيع مهمة ومعانا ضيوف مشرفين في الاستوديو. هرحب بفضيلة الشيخ يحيى الشافعي. شيخ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد، وبرحب بجميع المشاهدين. وكل سنة وحضرتك بخير. الله يكرمك يا أستاذ. وأيضا معانا الشيخ محمد الفاشني، منشد وقارئ. انا بك يا شيخ محمود. ومعايا ايضا الشيخ محمود قاسم الشاعر. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك يا حبيبي؟ هنبدا النهارده بتلاوه قران واول حلقتنا مع الشيخ محمد الفاشني. اتفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. وصراحة يعني حاجة جميلة، يعني زي ما وعدناكم في مواهب الجميلة، الأصوات العذبة اللي احنا بنستمتع لها واحنا بنسمعها. شيخ محمد، انت حضرتك في دراسه ولا خلصت؟ انا في دراسه. في سنه كام؟ انا في كليه الشريعه والقانون بالازهر الشريف، اول سنه ليا اولى سنه. ما شاء الله، انت خاتم القران الكريم. الحمد لله رب العالمين. وايام ما كنت في الثانوي كنت اعمل محفظ في مكتب التحفيظ الخاص بالقارئ. ما شاء الله عليك. طب انت مين قدوة، مين المسلك الاعلى في القراء؟ مثلا على فضيلة طبعا مشايخنا القراء الكبار، فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ان شاء الله، وفضيلة الشيخ ياسر الدوسري، مشايخنا الكبار كلهم، والشيخ محمود اسماعيل والشيخ محمد الليسي، كل هذا مدارس وعلماء يعني يفتخر بهم ولهم اسمهم ومراكزهم.
تحب توجه لمين الشكر وتوجه لمين التحيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول الشكر موجه لله عز وجل لكل نعمه انعم الله علينا بها، ثم لوالدي ووالدتي، فهم من شجعوني في هذا الطريق واثروا علي. ثم يرجع الشكر والفضل الى شيخنا ومعلمنا فضيله الشيخ محمد عبد الله روبي، كان محافظ البلد، ويرجع ايضا الى فضيله الاستاذ والاب والرجل الخلوق والاخ الكبير فضيله الاستاذ محمد ابو كامل وعم الشيخ عمر وعم الشيخ حسن، هذا هم مشايخنا كلهم من علمونا وشجعونا على هذا الطريق. كل التحية والتقدير ليهم ومشايخنا الكرام. خليني أتكلم مع الشيخ يحيى. شيخ يحيى أنا بحضرتك وشرفتنا ونورتنا. شيخ يحيى، يعني إحنا شايفين طبعا الشباب، موضوع الشباب طبعا موضوع الحلقة، يعني الشباب حاليا بيستخدم التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة. عايز اعرف التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي اثرت على الشباب بالايجابيات اكتر ولا بالسلبيات؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، الحقيقة قد بدأ البرنامج بكلام يعني يصدي على ابواب واطراق القلب والعقل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو، لمن كان يرجو، يرجو الله واليوم الآخر. الله، لمن كان يرجو. لا. انظر لقول الحق تبارك وتعالى لمن كان يرجو. لا. سبحان الملك. الرجاء هنا من العبد الضعيف إلى القوي لكي يستمده من القوي. طيب، الله عز وجل. القوي. على إذنك يا شيخ، هي معنا مكالمة تلفونية بس. تفضل. معايا الشيخ أحمد صيام، القارئ بالإذاعة والتلفزيون. شيخ أحمد أهلا بيك. إزيك يا شيخ أحمد، وكل عام حضرتك بخير يا شيخ أحمد. مع حضرتك يا شيخ أحمد. شيخ أحمد، أنا عايز أستغلك النهاردة ونسمع منك بعض آيات قرآنية. انا الاول شرفت في هذه المداخله لحضرتك محمد ولقناتكم الكريمه ولمشاهديك الكرام. يا حبيبي شرف لي. الله يحفظك ويعطيك. طب يعني المده مثلا المفروض ايه؟ اتفضل اتفضل انا معاك. تمام ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولئن صبرتم
الله شيخ احمد، حاجه جميله. شيخ احمد خليني اسالك، كيف ابتدات مشوارك في الاذاعه والتلفزيون؟ والله يا استاذ محمد، يعني هو في البدايه الاول يعني اكرمنا ربنا بحفظ القران ما شاء الله، ثم بعد كده يعني يجب انه من الحافظ لا يقف عند هذا الحد، يعني يجب انه يتعلم احكام القراءه الصحيحه ما شاء الله جميل. ثم بعد كده يعني ربنا كان انعم علينا بموهبه اللي هو الصوت الحسن ما شاء الله، ولكن يجب ان تبطلها كما قلت من ايه بالتعلم. ثم في الحقيقه الانتشار هذا يفتح للشخص او القارئ الافاق يعني. تمام. بعد ما طلعنا طبعا من الجامعه في كليه اداره العلوم في القاهره، يعني وجدنا طريقا الى التقدم للانباء في القران الكريم. ثم الحمد لله يعني قدمنا في اختبار الصوت والحمد لله تخطينا هذه المرحله منذ 2016. ما شاء الله شيخ احمد، شكرا. دعواتكم ان شاء الله في الجميع. اشكرك يا شيخ احمد، شرفتنا ونورتنا يا شيخ احمد. نرجع تاني للشيخ يحيى حول موضوعنا التكنولوجيا، هل هو سلبياته أكثر ولا إيجاباته من ناحية الشباب؟ أنا معك. كما تحدثنا أن الضعيف دائما يطلب من القوي، فالقوي سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة المحمدية وبالأخص مصرنا الحبيبة تحت قيادة سيادة الرئيس السيسي، ربنا يمتعه بالصحة إن شاء الله رب العالمين، كل التعب ويبارك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يبذله من جهد تجاه بناء الوطن وتحيا مصر. تفضل. وطبعا يعني بسواعد فتية مثل هؤلاء الشباب اللي احنا يعني في ضيافتهم، وخد بال حضرتك والشيخ محمد الفاشم الأخ محمود وحضرتك نموذج طيب جميل، فده كل هؤلاء وعلى شاكلتهم يسعون إلى إرضاء القوي سبحانه وتعالى، القوي الله عز وجل. فعندما يكون الشباب لهم قدوة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم، ينمي الله عز وجل فكرهم ويتطورون إلى الأحسن، فالأحسن لكي يفيدوا المجتمع، المجتمع الذي نعيش فيه تحت راية الإسلام، راية الإسلام الخفاقة العالية سبحان الملك. ويتجانس هؤلاء مع البشر الأخر أصحاب الديانات الأخر قداك، فيكونوا حميمين قداك، متحابين، يرجون لقاء الله عز وجل. فلذلك ربنا عز وجل قال على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فمن كان يرجو، انظر برضو سبحان الملك، الله عز وجل يأتي بالرجاء، وجاء ذلك برضو الله عز وجل يرجو من عباده، يرجو من عباده إيه؟ انظر لما فرض الصيام قال لعلكم تتقون، فرض الفرائض قال لعلكم تتقون، لعلهن تفيد الترجي، كأن الله عز وجل يطلب من الشباب ويطلب من جميع ساكني هذه القرى وهذا الوطن أن يسارعوا في إيجاد فرصة عمل طيبة تنفع هؤلاء الأحبة من خلفهم، الأسرات، أسرة الأب الأم سبحان الملك. الوطن أمانة، الوطن أمانة، أمانته بأن نبحث في التكنولوجيا لكي ننمي هذا الوطن سبحان الملك. المصانع التي نعيش فيها والإنتاج الوفير الذي نراه ليل نهار الصيف والشتاء سبحان الملك، مزارع خداك سمكية، مزارع، كل شيء وجد بفضل هذه التكنولوجيا التي جعلها الله عز وجل بين أيدينا فنماها الشباب وبكفاح وسبحان الملك لها نقيض. نقيض إزاي يعني؟ ربنا من علينا بتكنولوجيا عالية
سوشيال ميديا وتليفونات سبحان الملك هي بقت المشكله. المشكله ان هي بقت بتعكس بتبقى عكس بتبقى السلبيات اكتر من الايجابيات يعني. نعم. احنا بنشوف الشباب دلوقتي يا شيخ يعني على طريق تيك توك احنا بنستخدمه في السلبيات يعني. طب احنا عايزين نستخدمه الايجابيات، ننصح الشباب بايه بقى؟ نعم ننصح، ما يعني القصه كلها الهدف. الهدف هدفك ايه؟ قدوتك ايه؟ سبحان الملك الشباب دلوقتي او بعض الشباب من خداك اناشدهم خدالك وانا على منبر قناه الصحه والجمال خدالك بضيافه الاستاذ محمد دورف جزاه الله خيرا، انظر خدالك وبقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله في انفسكم. لما ربنا عز وجل قال خدالك وحب يخاطب بقى العقول والقلوب قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. سبحان الله، أيوجد في الدنيا كلها أعز من النفس عند الرجل أو عند الشاب؟ لا والله. هل تريد أن تلقي بنفسك في التهلكة؟ لا والله. الله عز وجل ناداك وقال قوا أنفسكم، خلي فيه وقاية. وقاية هي ما هي هذه الوقاية؟ الوقاية أيها الشاب الذي تستخدم السوشيال ميديا عن طريق الخطأ وتخوض في اعراض الناس وتخوض في اشياء الله عز وجل لا يحبها. بمناسبه الاعراض يا شيخ يحيى، دلوقتي احنا شايفين ان نسبه الطلاق بقت وخراب البيوت بقى كتير جدا ونسبته عدت 70% بسبب السوشيال ميديا. طب احنا عايزين يعني نحل الموضوع ده، نحله ازاي؟ نعم يعني احنا لسه بنقول لحضرتك يا اتقوا الله. سبحان الملك، ما معنى اتقوا الله؟ خاف الله سبحان الملك، خاف الله. ولذلك ربنا عز وجل راح قايل ايه؟ فبشر عباد، فبشر عباد. العباد دول اللي هم مين؟ قدك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. الله اكبر سبحان الملك. كان الله عز وجل يقول لك عندما تتقيني خداك أهديك إلى سبيل الرشاد، أهديك إلى طريقي، تكون الأبواب للقلب مفتحة للأنوار المحمدية صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الشباب وقال يا أيها الشباب من أراد منكم الباءة فليتزوج وإن لم يستطع فعليه إيه؟ بالصبر. عندما يستمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وقل حصنوا فروجكم واضمنوا لي ستا أضمن لكن بهن الجنة، خداك منها خداك العين والفم والفرج وسبحان الملك والأذن، وكل ذلك أمر تشريعي من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يستجيب هذا الشاب وعندما نستجيب لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هنا الهدى، تكون هنا الهدى، تقل حالات الطلاق. لما يأتي الطلاق؟ لما؟ لأننا في الانفتاحية للتكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي سبحان الملك، مناطق إباحية، برامج إباحية، مواقع إباحية. فالإنسان عندما لا يخاف الله عز وجل ولا يتقيه يسمح لنفسه أن تدنو إلى الأدنى. نسمعك يا شيخنا، هنطلع فاصل ونرجع ومكملين في البرنامج ومكملين مع بعض في هذا الحوار مع الشيخ يحيى ومع الشباب الجمال. نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل، نحييكم من جديد. طبعا احنا موضوعنا مع الشباب كتير ومع الشيخ يحيى الداعي الاسلامي الجميل العالم الجليل. بس شيخ يحيى اسمح لي قبل ما نبدا هنسمع الشاعر محمود قاسم. بعد اذنك الميكروفون. اتفضل يا استاذ محمود، عايزين نسمع بقى بعض الاشعار. اتفضل. الحاجه صفيه شخصيه من الشخصيات الوهميه. هي من أصل فلسطين لكن بملامح مصرية. الحاجة صفية عايشة في مصر بقالها سنين، كبرنا لقيناها موجودة وولاد جيلي بيحبوها، ولاد جيلي بيحبوها وكبرنا بيحاربوها. أصلها وحدانية وبيتها مليان خير، وإحنا عارفين طبع الناس شايفة الخير في إيد الغير. الحاجة صفية تملي في بيتها
وقصادها الجامع، بينها وبين الجامع شارع، وفي ترعى عليها معديه، وعشان توصل للجامع بتعدي تملي على الحاجه صفيه، وكبرنا بيعدوا عليها مفيش اهتمام ولا حتى سلام، ملهاش اخوات ولا حتى اولاد او حتى قرابه من ناحيه بعيده، لكن يعني هي جديده عارفين ناسنا وحافظينهم، لكن هم اطيب ناس يبكوا بس من الاحساس، سمعوا يوم الحلم العربي الاوبريت فضلهم يبكوا يحكوا ويشكوا ويفوضوا غيرهم، غيرهم بيحللهم مشاكلهم، وتعلمنا على ايديهم نسعى من اجل المال، وانك تكون جمل وتنخ ولا مره تفكر تكون جمال. المهم المهم في حاجات تانية اهم، الحاجه صفيه بتشوفني تملي وانا في الجامع بصلي، وعشان اروح لصلاتي ده عدى عليها يوماتي، ففي مره ندهت عليا الحاجه صفيه قالت لي يا واد خد عايزاك خد عايزاك، قلت لها يا ستي هتاخر، قالت لي يا واد ما تتاخر، هو قالك عمري متاخر وشعرك شاب، مع انك لسه صغير لسه الدنيا ما فتحتش الباب، وانا عيل ومش فاهم، فسكت وقفت اسمعها، ورغم ان كلامها ما فهمتوش لكن محفوظ على لساني، وقالت لي عارفاك بتصلي ابقى ادعي لي، كل ما تيجي كل ما تيجي صلاه وتدعي لي تبقى تجيلي، شايفه ملامحك من جيلي وعرقك حامي، كنتش من اصل فلسطيني لكن ازاي وانا عارفاك وعارف ابوك، لكن اهلك عرفوا يربوك، تعرف حاجه على الاقصى قلت لها لا، تعرف حاجه عن غزه قلت لها لا، قالت طيب تعرفني قلت لها لا، قالت يبقى ما تربيتش. انا الحاجه صفيه اغلى قضيه، تفتكروني وتبكوا عليا، انا الحلم اللي انت محتاجه، انا تاج فوق كل ملك محتاج تاجه، افتكرني يا واد واحكي لاولادك حكايتي، ومن الليلادي لما تقف قصاد مرايتك قول على مرايتك مرايتي، وبعد سنين هتجيلي هتكون باصص على الدنيا من تحت، ولا حتى هتبقى زي الناس ولا حتى هتبقى ارتحت، وساعتها مش هلومك، هو انت يعني المنتظر، ما انتك بشر، لكن علمني لاولادك عرفهم على فلسطين، مش عايزاك صلاح الدين. شكرا. ما شاء الله عليك يا استاذ محمود. استاذ محمود انت بتكتب شعري بقالك كام سنه، او ابتدات خطوط الشعر ده من امتى؟ من سنه سته ابتدائي، من سنه سته ابتدائي ازهر. انت طالب يا استاذ محمود ولا خلاص؟ لا انا طالب في كليه اللغه العربيه جامعه الازهر. ما شاء الله. في سنه كام؟ في سنه اولى. طيب مين قدوتك في الشعراء القدامى اللي انت بتقرا لهم كتير؟ انا احب دايما اسمع الشاعر هشام الجخ واقرا له، وطبعا ناس كتير كتير زي الله يرحمه الاب مودي، وفي حاليا الاستاذ عمرو حسن. تمام جميل جدا. زي ما وعدناكم هنرجع للشيخ يحيى تاني في موضوع الشباب. شيخ يحيى سؤال، هل التطوير التكنولوجي يعني بيأهل الشباب او يعني وعي الشباب في دراسته وحياته، ام ضد الشباب؟ من يعني اني اكثر فيهم، واني ازاي نحل الشباب نخليهم اجابات اكثر؟ بسم الله والحمد لله. الحقيقه التطوير التكنولوجي مطلوب، يعني قدرك سبحان الملك المهندسين الساده المهندسين اللي هم مطورين من انفسهم سبحان الملك، ما كناش لقينا كباري زي الكوبري الزجاجي اللي بيتعمل، ما كناش لقينا دكاتره متخصصين زي ما شاء الله الدكاتره المتطورين في جراحات القلب وجراحات المخ والاعصاب، وسبحانك يا رب ربنا عز وجل هدى ذلك لهؤلاء، اولئك الذين هداهم الله، ربنا هداهم الله عز وجل لكي يتعلموا اعلى التكنولوجيا المتقدمه لكي ينفع المجتمع خدك وينتفع به. فسبحان الملك الضد والعكس بقى، خد لك العكس ايه بقى؟ ان سبحان الملك ربنا عز وجل اعطاك تكنولوجيا عاليه، التكنولوجيا العاليه ديت ليست للعبث، العبث يعني ايه؟ ان انا استخدمها في غير موضعها، في غير موضعها دي هتيجي تعمل ايه؟ فساد في المجتمع، والله عز وجل لا يحب الفساد، الله عز وجل لا يحب الفساد، ولكن يحب الاصلاح. قدك سبحان الملك الله عز وجل يحب المجتمع المصلح، المصلح أفضل من الصالح عند الله عز وجل، المصلح يفيد غيره ويفيد المجتمع، وسبحان الملك
عندما الله عز وجل يهديه للزواج، الزواج التكنولوجيا العالية اللي احنا شايفينها دي انا استخدمتها خداك، ودخلت سوشيال ميديا واستخدمت تليفون ذكي خداك، وجاب لي واحدة من اوروبا وجاب لي خداك واغوتني وسافرت وخداك وسبت موطني وجاحد على وطني وجاحد يعني بمعنى اصح غرتني الحياة وغراني جمالها وغراني مالها سبحان الملك، وسبت ده كله ورحت رايح للتكنولوجيا الفاسدة اللي هي عملت فيها ايه؟ خداك ضيعت حلمي وحلم ابويا وامي ان انا اشوفك يا ابني خداك بتنتج في وطني وبتبني خداك، لان ده هو املي فيك يا ابني سبحان الملك. الكل بيدعو، الكل كل من علماء وكل من الناس السياسيين الناس اللي هم مربينا خدالك بيدعو للاصلاح، بيربيك علشان ينفع تنفع وطنك. تنفع وطنك ازاي؟ هتنفع وطنك ازاي؟ ان تعمل ليل نهار تعمل. لو انت كاره بلدك، لو انت كاره بلدك وعايز تعمل حاجه في دماغك، شوف التطور العلمي عمل ايه. تلاقي طفل صغير كده خداك سبحان الملك بيعمل حاجه جميله قوي لوطنه ينفع بيها وطنه. انت بتفكر ازاي اول ما تصحى من الصبح تعمل ايه؟ تفيد ابوك وامك في ايه؟ تفيد مجتمعك بايه؟ عملت ايه لوطنك؟ لابد وان نغير الفكر السلبي، الفكر السلبي للشباب لابد ان يغير. غير غير ازاي؟ انا مش على قد التيك توك اللي احنا ليل ونهار عامل فساد يا أز محمد جدا، عامل فساد جداً في المجتمع وعامل فساد في في البيوت، ونسبه الطلاق في الخداك اللي انا مظاهره وصلت 70% سبحان بالطلاق. الملك 75% من نسب الطلاق، وسبحانك يا رب كلهم شباب واغلبهم شباب. ليه؟ لانهم لا يعقلون، لا يعقلون للامر، لا يفتطنون لهذا الامر. الامر اللي هو ايه؟ الله عز وجل قال قل سيروا في الارض، قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. هذا بيان للناس وهدى، وهدى وموعظة للايه؟ للمتقين. اللي بيخاف ربنا ما يفسدش في البلد. بس دي برضو فيها عائد رئيسي على الأسرة. نعم خدالك والله يا أستاذ محمد انت جايب موضوع شائك الحقيقة، ومن أجمل الأمور اللي حضرتك بتتطرقها ان لابد ان احنا نعالج هذا الأمر جيدا. نعالجه بإيه بقى؟ بمعرفة الله أولا. خدالك أولا بارك الله في الدولة من ناحية الدعوة، من ناحية الدعوة الجميلة، دعوة خداك الأزهرية والدعوة الله أكبر إلى الله عز وجل بتعمل إيه؟ بتعالج القلب وتعالج الفكر السيء، تعالج الفكر السيء عند الناس. خداك أيها الناس أفيقوا وربوا أولادكم على حسن الخلق. حسن الخلق إزاي؟ أنا أعلمه لم يتجسس على المواقع الإباحية. خداك سبحان الله المرأة تخاف من الله عز وجل. طب إحنا عايزين نعرف فوائد بقى خدالك إن أنا ما أقدرش أخش كده وتجسس وأتحسس خدالك على الأستاذ محمد خداك وأدخل أشوف إيه خداك وأتلقط منه ساقطة كده خداك وأفسد بينه وبين زوجته وأفسد بينه وبين أخته وأفسد بينه وبين بنته خداك. ما هو كل ده بيحصل فين؟ بيحصل فين؟ على التواصل الاجتماعي خداك. والشاب من دول خداك، الشاب من دول بيدخل خداك أي حاجة بدون ما يعرفها وهذا سبحان الله خداك، ويفضل خداك بيتجرأ على الله. إنها الحرمات، حرمات أيها الناس. والله 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 لن ينصلح حال الشباب إلا بمعرفة الله عز وجل. سبحان الله. لن ينصلح حال الشباب ولا حال الأمة إلا بمعرفة ربنا وسيد الأمة صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد إن إحنا نعرف الفوائد يا أستاذ محمد معلش للزواج. ربنا عز وجل قال إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه؟ أزواجا. أزواجا. جعل هذه المرأة آية، آية من آيات الكون كله، مع أنها من جنسك ليست من ليست عدوة عنك،
فالله عز وجل خلقها لك، لك لكي يجلب عليك السعادة. والله عز وجل سخر الكون كله لخدمتك، فلا تعرف قيمة الله عز وجل ولا فخدك سبحان الله، وتنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، طب بتنكره ليه؟ لأنك لم تعترف بسنته. خدالك انت صاحي الصبح، ايه همك يا استاذ محمد؟ همك ايه؟ همك كله انت تكون سهران طول الليل على سوشيال ميديا وتعمل تيك توك وحاجات من دي. خدالك انا بتكلم بالعاميه، التواصل الاجتماعي ده تواصل اجتماعي تستغله استغلال. خدالك لا سوي، انظر خدالك بتفسد في البلد، وتفضل تشتم على خدال الحكومه، وتفضل تشتم خدالك على كذا، ده كله ده خدالك الله عز وجل لا يريده. خدالك لا يريده ابدا. الله عز وجل يريدك انت، انت ايه؟ اعمل علامة استفهام مع ربنا، قيس نفسك مع ربنا. انت صاحي الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه يا سيدنا؟ بيقول يا سيد محمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اصبح وهمه الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. انظر يا اخي انت ايه ده؟ الله عز وجل الذي يرزقك. خدك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مناحي حياته كلها راح اول ما يصحى يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، دائما ذاكر لمين؟ لربنا. ولكن الشباب اخذوا نهجا غير ذلك. نهج ايه بقى؟ ان انا اقلد يا مولانا أز محمد، اقلد بقى الفنان الفلاني، والبنت قلد الفنانة الفلانية، وسبحان الملك. كل ده ليه؟ هيخليك حلوة؟ أو الشاب هيخليك إيه يعني؟ هتبقى مذكور عند مين؟ والله تلاتة، لو عاملت الله عز وجل بقلبك وفؤادك الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى. أذلك خير أم تذكر عند شباب ضعفاء؟ أم تذكر عند بنت خدك هاوية وساقطة وتدعوك إلى الخروج هنا وهنا؟ سبحان الملك. انظر أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل رح قال إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أنت عارف يعني لتسكنوا يعني إيه؟ يعني كل حاجة فيك تسكن فيها وإليها. خدك وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات هي مولانا يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لم يأتي بقول يؤمنون أو يعقلون. ربنا عز وجل قال يتفكرون. قالوا أهل العلم أن هذا البيان من الله عز وجل وهو الرحمن. قال يا أستاذنا، قال إنه نعم العقل، لأنها أعظم عبادة عند الله عز وجل يقبلها الله. تفكر، اقعد كده واحنا قاعدين كده في الاستوديو، تفكر في مخلوقات الله عز وجل، تفكر ازاي انا اكون مصلح خدك في المجتمع، ازاي انا اكون نافع للمجتمع. ان الله عز وجل يحب الصادقين. ولذلك ربنا عز وجل راح قال يا استاذ محمد، يا ايها الذين امنوا ها اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خلي بالك مش اي حد يكون صادق. خدك انت ما تكونش صادق، خدك وانت سهران طول الليل على النت، خدك وابوك يسالك ولا يقول لك ده انا ببحث عن شغل، ده انا بعمل مش عارف. انت يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. هؤلاء من صفات المنافقين. بالله عليك لو مت على هذا الحال كيف يكون الحال؟ لو مت على هذا الحال كيف يكون الحال وكيف يكون المآل؟ بالله عليك انظر خدك، خلي فيه كده خبيئه بينك وبين ربنا. الخبيئه دي يا استاذ محمد لا يعلمها الا الله. انا مش عايزك تعمل كده سوشيال ميديا وتيجي تعمل كل حاجه كده. لو انت بتسبح تروح حاطط خدك على التيك توك والشيخ محمد الفاشني والشيخ محمد خدك وبيسبحوا كده قاعدين مع بعض خدك ويسبحوا وبيذكر ربنا. لا، الكلام ده خدك ما تعملهوش. اعمله بينك وبين ربنا كده، وخلي فيه خبيئه بينك وبين ربنا، عشان رب لما تقع ويجي لك ضرر ربنا عز وجل ينجيك. فالله عز وجل قال يا أستاذ محمد، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. الله ما قالش أمنوا،
خلي بالك، وينجي الله الذين ايه اتقوا بما فازوا، اتقوا خافوا من ربنا، خافوا من ربنا في السر والعلن. وخداك، ولذلك الصدق هنا لما ربنا عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين دي يا استاذنا الصدق ظاهر وباطن، خلي بالك الحته فيها ايه، فيها ظاهر اعمال ظاهريه واعمال باطنيه، والباطنيه من يعلمها؟ الله. خد بالك، والباطنيه يعلمها الله، الظاهريه كلنا نراها. خد بال حضرتك، هي في عجله سريعه، ايه رايك في الموهبه الجميله للشيخ محمد؟ اه، ما احنا لسه بنتحدث، بنقول الشباب النافع لمجتمعه. انا عايزك توجه لهم كلمه، توجه كلمه للشباب وللشباب اللي مشرفينا بوجه خاص، والشباب اللي شايفيننا على عبر الشاشه بصفه عامه. نعم، بارك الله فيك يا استاذ محمد. خداك شيخ محمد الفاشن والاستاذ محمود، خداك بارك الله فيهم، شباب تقي نقي ورع، خداك يحب الله عز وجل ورسوله ويجاهدوا بانفسهم، خداك لكي ينجيهم الله عز وجل من هذه الفتن التي نعيشها في هذا هذه الاجواء التي نعيشها. وسبحان الملك ربنا عز وجل بينجيهم، وما اتى الله عز وجل بهم هنا الا محبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه في الله عز وجل، وينفع الشباب، يكون قدوه للشباب. يا ايها الناس، ايها الناس، أعدوا أهلكم، أعدوا أبناءكم، عدوهم لكي يكونوا نافعين للمجتمع، لكي يكونوا نافعين لكل واحد منهم، لأن الله عز وجل قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لو اتكلمت بكلمة طيبة أنت في خير، لو كنت نموذج طيب لأبوك وأمك الله عز وجل هيجعل الذي يراك يدعو للذي رباك. سبحان الملك، هينظر كده انت ابن مين، هيقول ابن الفلاني، رحم الله اباك، اخدك وان كان عائق ده، ربنا يبارك في عمره، ربنا يبارك في والدتك. سبحان الملك، خدك كل ذلك من الخير الجم لهذا المجتمع. سبحان الله يا استاذ محمد، يعني انا بشجع فيك ان الروح الجميله، ان انت بتستضيف الشباب الجميل، وانت راجل محترم ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. خداك، والحقيقه اللي جاي يا شيخ يحيى، اللي جاي من بني، اللي جاي من بني سويف، واللي جاي من من الالوبيه منطوخ. الحقيقه استاذ محمود، ان شاء الله عايزين نسمع منك حاجه تانية كده. اتفضل بعد اذنك يا استاذ محمد. اتفضل. خلاص مسافر، خلاص مسافر، وتسيب اهلك وتسيب ناسك. يا واكل ناسك، هسيب الشارع والحاره، ده اللي ملازمه في فمه سجاره حب الحاره، ده اللي ما دقش النوم في البيت ونام في الشارع حب الشارع، نسيت اللعب تحت البيت وساعه النوم والحواديت، ليله العيد وسلاح الميه والبنانيت بعروسه صبيه، ونبدا لعب من الفجريه وصلوا العيد وتلعبوا تاني، حبيت اياك تكون وحداني. مشكلتك، مشكلتك انك بتشوف الناس بطريقتك، ونفسك الدنيا تصاحبك لكن مش عارف، خايف هتكون صاحب خاين ويزود ضيقتك. مشكلتك برضو انك عايش دور المذموم، دايما مهموم، وتبان انك محروم، وتعيد وتزيد في كلام ملوش لزوم، ونفسك يكون عندك حكايه، قصر وفيلا وعربيه وبنوته صبيه شقيه وساعه بالشيء الفلاني، صدقني مهما سافرت هترجع تاني وكانك ما عملتش شيء، ودي مش صدفه ده حقيقي، ما انا زيك كملت طريقي وبقيت ولا شيء. بص لصورتك واقراها، بص لصورتك واقراها، واسرح بخيالك وياها، وعيش الحياه اللي بتحلم بيها، راح تلاقيها مش لايقه عليك، مش بايديك، مش بايديك تختار الدنيا وتتمناها، ولو فكرت ليه وازاي هتعيش في متاهه. سافر وانسى حكايتك وابدا تاني حكايه جديده في حته بعيده. جميل جدا يا استاذ محمود، اشكرك، اشكرك حاجه جميله جدا. انا عايز قبل ما يعني استاذ محمد، عايزين منك كده ايتين قرانيه في عجله سريعه. نعم، انشاد، انشاد. طب اتفضل قول انشاد معاك. لا اله الا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
وكرضاك وحسن لقاك يا رب. بادر بأعمالك قبل فوات أوان، ومقابلتك بين يدي الخال، فاغتنم يوما تعيش فيه في الدنيا تخطأ، وإن قلت يا رب قال لبيك يا عبدي فأنا غفرانك. بادر بالقول واسعى لآخرة تخلد فيها، وعند اللقاء تكن سعيدا أمام الخالق. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه افضل الصلاه واتم التسليم. انا هختم، اسمحوا لي هختم بالدعاء في اخر اللقاء، ولكن قبل ما اختم بالدعاء احب يعني اشكر فضيله الشيخ يحيى الشافعي على استجابته للدعوه الجميله ديت، واشكر الشاعر الجميل محمود قاسم، وبشكر ايضا القارئ والمنشد الشيخ محمد الفاشني. هختم بالدعاء، وعلى امل ان نلقاكم في حلقه قادمه، لكم تحياتي، واختم بالدعاء. اني داع فامل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا الوباء.